الخائفون هم أهل القلوب الوجلة. قال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وهم أهل الخشية كذلك. قال جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. نعم، وأعظم الخوف أن يخاف الإنسان من مولاه سبحانه وتعالى. لهذا كما قدمت في مقدمتك قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء هم أشد الناس خشية ورهبة للمولى سبحانه وتعالى. وأنت تعلم يعني إذا فارق الخوف القلوب يعني حصل فيها من التقصير، يعني قست وتحجرت وأظلمت واسودت، يعني فلا تتعظ بموعظة ولا تتذكر يعني بتذكرة. نعم، لهذا ما الخوف إلا يعني من المولى سبحانه وتعالى إلا مفتاح يفتح الله به قلوبا غلفا وعيونا يعني عيونا يعني عميا وآذانا صمة. هذا ونعم، لهذا أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها سألت يوما ما النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، يعني تسأله عن آية من كتاب الله سبحانه وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، نعم قلوبهم خائفة. قالت: يا رسول الله، أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا بنت الصديق، بل الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات. وأنت حين تقرأ في القرآن الكريم يعني تجد يعني آيات كثيرة فيها عظات وفيها عبر، نعم فيها تخويف. الله سبحانه وتعالى قال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وربنا سبحانه وتعالى يرسل الآيات مع الأنبياء تخويف العباد. صحيح، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. لهذا الإنسان يعني إذا خاف غير الله أو تشاءم به سلط عليه، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. لهذا أنت يعني تتأمل في يعني معيشة الناس وفي واقعهم تجدهم الآن يعني يعيشون أوهام الخوف وهواجس الخوف صراحة. صح، نعم، تجد الإنسان خائفا مرعوبا. نعم، لهذا سبحان الله العظيم، وهذه من مداخل الشيطان. صحيح، يأتيك الشيطان ليخوفك. لهذا يقول ابن حزم: بدك وساوس ربما. نعم نعم، هكذا نعم، هاجس هو بداية هاجس، ثم حتى نعم إذا استقرت يعني وتعاظمت وكذا صارت إرادة. نعم، في واقع الإنسان نعم صار يطبقها. لهذا ابن حزم رحمة الله عليه يقول كلام جميل، يقول: أشد الأشياء على الناس الخوف والهم. وأنت تأمل إذا رأيت إنسان خائفا في حياته مهموما يعني مغموما مكروبا، يعني تصور المعيشة تاعه يعني كيف تكون، يعني صراحة رعب كبير. نعم نعم، الإنسان يعيش في دوامة لا استقرار لها. لهذا الشيطان يأتيك من مداخل عدة ليخوفك، يأتيك من مدخل الرزق. صح، نعم، والفقر. نعم، الله سبحانه وتعالى قال: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. نعم، فالشيطان يأتيك بهذه الأمور. لهذا يقول ابن الجوزي رحمة الله عليه: كثير من الناس قال يحرص على جمع الرزق يعني حرصا زائدا عن الحد، ولن يأخذ إلا ما قدر له. لهذا الإنسان نعم، لهذا كان يقول الحسن البصري: علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي. نعم، هو مطمئن ولا يخاف. نعم، لهذا يقول الإمام الشافعي: عليك بتقوى الله إن كنت غافلا أتيك بالأرزاق من حيث لا تدري، فكيف تخاف الفقر والله رازق، فقد رزق الطير والحوت في البحر.